يعني الآن أنت تتحدث عن شابي، عن فابريغاس، عن إنيستا، الصناع الكبار، أهم صانعي الأهداف في العالم. لمسة رائعة للبرشا، تحولت إلى الثالث للبرشا. برشلونة يسجل الهدف الثالث، الثالث في الدقائق الثلاث المتبقية. ميسي، إنه ميسي، إنه ميسي في سانتياغو برنابو، إنه ميسي في الكامبانو، إنه ميسي للمرة الثالثة في الكلاسيكو الأول، الكلاسيكو الثاني. ميسي ينطلق مباشرة ويسجل الهدف الثالث لمصلحة برشلونة. وبالتالي الآن برشلونة كالعادة وميسي كالعادة ينشر الفرح في مدرجات كامبانو. لكن شوف شوف شنو اللي جرى، فابريغاس ومباشرة في الجهة اليمنى. لك مثال على ذلك أيها العزيز أيها الحبيب مشاهد الجزيرة الرياضية، إذا كنت تبغي تستمتع بلاعبين خط وسط رائعين وبلاعبين ما يلعبون وبلاعبين يخلصون، تابع البرشا، شوف البرشا. الآن البرشا الثلاثي المرعب في خط الوسط، حاضرين إنيستا، حاضر للمرة الأولى فابريغاس، حاضر الداهية الكبير شافي، يحضر الآن مع الرباعي سيدو كيتا.